قالت لا تصلي التراويح لا في المسجد ولا في البيت من غير بأس يعني ومن غير مرض ولا عجز يعني. نعم والله هذه حرمت نفسها من خير كثير. ولو سألت نفسها هذا السؤال كم فورت على نفسها من الفضائل في ترك صلاة التراويح، وما هو العمل الذي هو أفضل من التراويح حتى تتركه، حتى تترك التراويح من أجله؟ وأصلا التراويح تستغرق كم من الوقت؟ يعني لا تزيد على ساعة. نعم لا تزيد على ساعة، واليوم فيه 24 ساعة، وليل رمضان فيه 7-8-10 ساعات أكثر أو أقل. لماذا تبخل على نفسها بهذا الأجر؟ ولذلك إما أن تذهب المسجد وتصلي مع الناس، وهذا أنشط لكثير من الناس رجالا ونساء، لو صلى الواحد في بيته قد يكثر عن التراويح، ولكن حينما يذهب إلى المسجد ويجد كثرة العدد وزحمة الناس ويرى تفاعلهم مع تلاوة الإمام، هذا يبكي وهذا يخشع وهذا يتدبر وهذا يتلف المصحف وذاك يدعو قبل التراويح وبعده، هذا الدخول في الجو الروحاني في هذا الجو يرفع الإيمانيات ويرفع من نفس الإنسان. كثير من الناس تشجع لصلاة الجماعة بسبب الخلطة، كثير من الناس تشجع للتراويح بسبب الخلطة، كثير من النساء تحجبنا لما جئنا المسجد، ويعني حصل يعني ممكن تقول بغيرنا من النساء وهذه الأجواء الإيمانية. فالإنسان لو خالط أهل الخير يبغر منهم ونفسه تتوق أن يكون مثلهم، بخلاف من يجلس في بيتي يكون بعيد لا يحس بالحاصل ولا يشعر بما يدور. لذلك ننصح الأخت أن تصلي في المسجد إذا كان بجوار المسجد والنساء تصلي فيه التراويح، ستسمع تلاوة طيبة من الإمام، ستسمع درس أو موعظة تأثر بها. وإن صلت في بيتها ولم تزل المسجد فعليها أن تحرص على أداء التراويح، تحرص على صلاة هذه الركعات في رمضان، لتدخل في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتذكر أن هناك من يحرم هذا الشهر، ومن حرم خيره فقد حرم، فتحرص أن لا تكون من هؤلاء المحرمين. نعم بارك الله فيك.